النهارده بنحيي ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي، احد ابرز القاده العسكريين في تاريخ مصر الحديث، واللي لعب دور محوري في لحظات مفصليه، بدءا من قيادته في معركه المزرعه الصينيه بحرب اكتوبر 1973، وحتى قيادته للمجلس الاعلى للقوات المسلحه في من ادق واصعب الاوقات اللي مرت بيها البلاد في ثوره يناير. ده حقيقي يا دينا. سيادة المشير طبعا رحل عن عالمنا وترك وراء إرث عسكري ووطني حافل بيشهد على مدى التزامه بالدفاع عن أمن واستقرار مصر عبر مسيرة طويلة من التضحيات ومسيرة طويلة من العطاء. خلونا نشوف. مشير حسين طنطاوي هقول كلمة كان دايما يقولها، يقول أنا ماسك جمرة نار في إيدي. هو كان بيقول كده، بتولع إيديا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقة الشعور اللي عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية. تحل اليوم ذكرى ميلاد المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الذي عرف برجل الأقدار لدوره الفريد في لحظات مصيرية من تاريخ مصر. كان المشير طنطاوي شاهداً على العديد من الأحداث البارزة التي رسمت ملامح التاريخ المصري الحديث. من أبرز محطات حياة المشير طنطاوي معركة المزرعة الصينية، التي تعتبر من أقوى المعارك في حرب أكتوبر عام 1973، وتم توثيقها في العديد من الكتب والوثائق المصرية والإسرائيلية. اديت اوامر لقاده الوحدات الفرعيه قاده السرايا ان كل الاسلحه بتاعه الكتيبه والمدفعيه والهون وجميع الرشاشات حتى الاسلحه المضاده للطائرات وجهتها في اتجاه الثغره، وقلت مفيش اي واحد يفتح النيران الا بطلقه اشاره حمراء مني انا شخصيا. قاد المشير طنطاوي الكتيبه 16 مشاه التي بدات مهامها في 6 أكتوبر، مستهدفه الاستيلاء على رؤوس الكباري شرق القناه وتدمير المواقع الاسرائيليه. امتدت معركة المزرعة الصينية لساعتين ونصف، حيث يروي المشير طنطاوي كيف تمكنت قواته من إرغام العدو الإسرائيلي على سحب خسائره بعد مقاومة عنيفة. وقد كان بعد ما اقترب العدو ديت طلقة الإشارة وفتحت جميع أسلحة الكتيبة على القوات المظلية للعدو، وكانت المعركة في طوال ساعتين ونصف إلى أن بدأ النهار. ومن حسن حظ القوات الإسرائيلية أن الضباب خلى تركيز النيران عليهم في الصباح ما هواش بالكفاءة الكافية، مما أمكنهم من سحب خسائرهم وبعض من تبقى على قيد الحياة. وفي مرحلة حرجة أخرى تولى المشير طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير عام 2011، حيث تحمل مسؤولية البلاد وسط ظروف معقدة، وتمكن من الحفاظ على استقرار الوطن وحماية الشعب المصري في تلك الفترة الصعبة. على مدار مسيرته العسكرية شغل المشير طنطاوي عدة مناصب قيادية بارزة، حيث كان رئيس هيئة العمليات وقائد فرقة مشاة، كما شارك في حروب عديدة منها حرب 56 وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، وقاد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وحصل على نوط الشجاعة العسكري تقديراً لشجاعته، كما عمل ملحقاً عسكرياً في كل من باكستان وأفغانستان. وفي إطار ترقياته العسكرية تولى طنطاوي قيادة الجيش الثاني الميداني ثم قوات الحرس الجمهوري، حتى أصبح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع برتبة فريق. وفي خطوة تكريمية أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة فريق أول، ثم صدر قرار آخر بترقيته إلى رتبة مشير ووزير الدفاع. مش هيفوتني إن أنا سيد فريق عبد الرب اتكلم عن الفرقة 16 وعن الكتيبة 16. فمعانا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي، الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. حاز المشير طنطاوي على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات،
منها نوط النصر ونوط المعركة ونوط التدريب ووسام التحرير وميدالية يوم الجيش ووسام تحرير الكويت ونوط الخدمة الممتازة ونوط الجلاء العسكري ووسام الجمهورية التونسية تكريماً لمسيرته البطولية الحافلة بالعطاء. انتوا الحماة الحقيقيين وحماه بأمر الله، بأمر الله الأول وبأمر بلدكم وبأمر مصر. وفي 21 من سبتمبر رحل المشير طنطاوي عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من البطولات والمواقف التاريخية التي ستظل خالدة في ذاكرة الوطن. هذا الرجل العظيم كان سبباً حقيقياً في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة.